عندما يأتي الوقت المناسب سوف يتجه الطفل نحو الأسفل، لأن الجزء المنخفض من رحم الحامل يتوسع باستمرار ويبدأ بتهيئة الجنين بالخروج من بطن والدته، وسوف يستقر رأس الجنين أو مؤخرته إذا كان مقلوبا في موضع منخفض في تجويف الحوض. أما عن الأسبوع الذي يحدث فيه نزول الجنين في الحوض فهو غالبا يكون في الأسبوع 36 من الحمل تقريبا. مع ذلك فإن عدد من النساء ينزل رأس أطفالهن في الحوض عند بداية المخاض فقط. وهناك بعض العوامل المؤثرة في نزول رأس الجنين في الحوض. أولا استلقاء الجنين وظهره باتجاه ظهر والدته في وضعية خلفية، عند ذلك يكون من الصعب على رأسه أن يتجه ويدخل الحوض، كما يصعب في هذه الحالة عملية المخاض أيضا. ثانيا تهيئة مساحة كبيرة للجنين في بطن أمه، يكون ذلك بوجود كمية فائضة من السائل الأمينوسي أو ولادة طفل آخر من قبل، مما يؤدي ذلك إلى استلقاء الطفل بالعرض في بطن أمه أو بزاوية منحنية، وفي الحالتين سوف تكون احتمالية دخول رأس الجنين في الحوض قليلة قبل بداية ألم المخاض عند الحامل. ثالثا تأثير مجموعة من العوامل المرتبطة بجسم الأم في نزول أو عدم نزول رأس الجنين في الحوض وتوقيته، ومن أهم هذه العوامل ما يلي: أولا شكل رحم الأم ووضعية المشيمة ووجود تورم ليفي حميد. ثانيا احتمالية إنجاب طفل بحجم رأس كبير، قد لا يدخل رأس الطفل في الحوض حتى لحظة بدء الانقباضات. ثالثا توقع إنجاب توأم أو أكثر. وإذا لم تكن الحامل متأكدة من نزول رأس طفلها في الحوض، يجب هنا أن تذهب إلى الطبيب المختص وتسأله عن موعد المعاينة التالي، لأن الطبيب يستطيع تحديد مدى نزول الطفل في حوض الحامل، هذا من خلال الضغط بلطف ودقة حول الجزء المنخفض من بطنها. وسوف يدون الطبيب الأرقام في الدفتر الخاص بالحامل حتى تعرف كم دخل رأس طفلها في الحوض، فقد يكتب على سبيل المثال 5x5 أو 5x4، أي أن الطفل لم ينزل في الحوض بعد. أما عند كتابته 3x5 أو 2x5 فهذا يعني أن رأس الطفل نزل في الحوض.